ده الموبايل بتاعي عادي جدا، متصل بالواي فاي، مفيش اي حاجه واصله في الجهاز، ولا يو اس بي، ولا حتى مثبت عليه بيلود، ولا تروجان، ولا باك دور، ولا اي حاجه بحيث ان انا اعمل عليها تيست. لا، الموبايل بس متصل بالواي فاي بس. بص ورايا كده على اللابتوب، بمجرد هنا محرك الشاشه وافتح اي حاجه هنا، على سبيل المثال لو فتحت تيرماكس مثلا، بتلاقي الشاشه مفتوحه ورايا زي ما انت شايف كده. يعني بمجرد ما بستخدم الموبايل هنا في اي حاجه، حرفيا بتظهر على شاشه اللابتوب. طبعا حضرتك انا هسيب الموبايل هنا خالص اهو، وهقدر بس ان انا اتحكم في الموبايل من خلال اللابتوب. يعني انا كده مش لامس الموبايل، بص الموبايل اهو والشاشه اهي، الموبايل شغال معايا، بقدر اتحكم فيه من اللابتوب بسهوله جدا. ده غير طبعا ان احنا عندنا هنا ريموت شيل، تقدر تتحكم في النظام. لو عملت مثلا ال اس هيستعرض لك كل المسارات اللي موجوده على الموبايل على اللابتوب، كل ده بدون اي اشعارات على الموبايل. ازاي نعمل الطريقه دي؟ تعالوا نشوف. دلوقتي بمجرد ما نوصل الموبايل بتاعنا بالوصله بتاعه الشاحن، تلقائيا بيظهر لي وضع الاتصال. المفروض ان احنا نخليه الفايل ترانسفير او نقل الملفات، بيظهر لي هنا اكسس لو انا مفعل وضع المطور او وضع الديباج باليو اس بي، فهتلاقي تلقائيا ان هو كده قبل معاك الاتصال. لو عملنا بقى دلوقتي اي دي بي بعد كده ديفايسز بالشكل ده عشان نجيب الاجهزه المتصله على الجهاز، هنلاقي هنا الاي دي بتاع الموبايل بتاعي، هنعمله كوبي بالشكل ده. بعد كده مثلا لو جينا نعمل اس سي ار سي بي واي بالشكل ده كده ودخلنا عليها، هنلاقي ان شاشه الموبايل دي ظهرت على اللابتوب، بس ده كده في حاله ان احنا متصلين بالوصله او بالكابل بتاع الشاحن. طيب نقدر نعمل كنترول في الموبايل زي ما احنا عايزين، ونقدر نتصفح اي حاجه ونعمل كنترول بالكامل في الجهاز، او نشوف كل حاجه بتحصل من هنا او من هنا، فاهم قصدي؟ طيب بس لو شلت الوصله بتاعت الشاحن، ركز كده على اللابتوب، هتلاقي الاتصال اتقطع. طيب نرجع لموضوعنا تاني، احنا مش عايزين الجزئيه دي، احنا عايزين حتى لو شلنا الشاحن يبقى الجهاز متصل بشكل وايرلس او بشكل هوائي. نفس الكلام هنعيده تاني، هنديله الله هنا، بعد كده هندخل هنا تاني، هنقفل الجلسه بتاعت الاس سي ار سي بي واي، نعمل سي ال اس، بعد كده هنعمل اي دي بي ديفايسز بالشكل ده كده عشان نجيب الاجهزه المتصله عندي، هنلاقي ان الموبايل بتاعي والاي دي هنا. طيب احنا كل اللي يهمنا دلوقتي الاي دي بتاع الجهاز بتاعنا، هنعمل بقى اي دي بي بعد كده داش اس، بعد كده هنحط الاي دي بتاعنا، تمام؟ طيب بعد كده هنعمل تي سي بي اللي هو بروتوكول تي سي بي اي بي، بعد كده هنحط البورت اللي هو 4 5، هندوس على انتر، اوتوماتيك هيبدا ان هو يعمل لي اعاده اتصال بس من خلال الوايرلس. طيب لو دلوقتي مثلا انا عايز ادخل على الموبايل واجيب الاي بي ادرس بتاعي، عشان من خلال الاي بي ادرس انا هربط الاجهزه ببعض. دلوقتي كده عايز اوضح لحضرتك ان اللابتوب متصل بالشبكه بس ساحب اي بي غير الاي بي ادرس ده. فلو عملت مثلا اي بي مثلا كونفج بالشكل ده كده، فهتلاقي ان الاي بي ادرس اللي انا شغال عليه 192.168.0.101. طيب سي ال اس، بعد كده هنيجي على التيرماكس، بعد كده هنبدا ان احنا نعمل امر اف كونفج بالشكل ده كده، فهنلاقي هنا ان الاي بي بتاع الموبايل مختلف 192.168.0.100، تمام؟ طيب يبقى احنا كده عايزين نتصل على اي بي الموبايل، فهنعملها ازاي؟ هنعمل اي دي بي بعد كده كونكت بالشكل ده كده، بعد كده هنحط الاي بي بتاعنا 192.168.0.100، تمام؟ طيب بعد كده على نفس البورت 4 5 اللي انا حطيته فوق. طيب هدوس على انتر، المفروض كده ان هو هيطلب مني الله هنا بس، بعد كده عيد الامر تاني، هنا قال لي already connected. طيب شيل كده معلم بقى الوصله من هنا خالص، وابدا ان انت حط الموبايل ده خالص واخرج من التيرماكس خالص. طيب هنا كده المفروض ان انا عدت الامر بتاع اي دي بي ديفايسز بالشكل ده كده، المفروض ان هو يجيب لي الاجهزه المتصله، وجايب لي ان الاي بي ادرس هنا اكتف متصل معايا. طيب دلوقتي مثلا انا الموبايل مش موصله باي حاجه خالص، بس بمجرد ما بعمل اس سي ار بعد كده سي بي واي ودخلت على التول دي، اوتوماتيك هنلاقي الشاشه بتاعه الموبايل ظهرت على شاشه اللابتوب. طيب دلوقتي مثلا لو فتحت تيرماكس هنا بيفتح هناك، خد بالك، وتقدر العكس، تقدر تتحكم من هناك. يعني عملت مثلا هناك كلير بالشكل ده كده، فهتلاقي ان تيرماكس هنا عمل كلير، فاهم قصدي؟ يبقى انا كده عندي ريموت كنترول او عملت ميرور للشاشه بتاعتي بدون ما اوصل اي حاجه للجهاز، يعني لا في وصله ولا في اي حاجه خالص. يعني كده حرفيا اقدر احط الجهاز بتاعي هنا كده واقدر اتحكم فيه بالكامل. طيب من طرق التحكم اللي ممكن نستخدمها ان احنا ممكن نوصل لاي حاجه على الموبايل بتاعنا، المفروض كده بقى ان احنا نسيب دلوقتي الجلسه بتاعت الاس سي ار سي بي واي اللي بتعمل لي ميرور للشاشه بتاعت الاندرويد على اللابتوب بالشكل ده كده متصله، ونبدا ان احنا نفتح نافذه جديده للسي ام دي، ونبدا نروح للمسار بتاعنا واللي هو هيكون مثلا على البلاتفورم تولز. فهنرجع خطوتين، بعد كده هنعمل سي دي بلات فورم تولز، بعد كده هنعمل مثلا اي دي بي، بعد كده شيل بالشكل ده كده. طيب انا عملت ايه كده؟ حضرتك كده الموبايل بتاعي الدايركتوري بتاعي او الاستورج بتاعته او التخزين بتاع الجهاز الداخلي والخارجي قدام مني، بمعنى ان انا عملت مثلا بي دبليو دي
كده جلسه شل مباشر، انا كده على الدايركتور الاساسي بتاع الجهاز. لو عايز اروح للذاكره الداخليه بتاعه النظام هعمل سي دي بعد كده سلاش بعد كده اس دي كارد بالشكل ده كده، وكده انا رحت للاس دي كارد. لو عملت ال اس هيستعرض لي كل المسارات وكل الملفات اللي موجوده على الموبايل بتاعي. طيب خلينا ناكد الكلام ده، الموبايل شغال معايا على الديسكتوب. لو عملت هنا كده دلوقتي بي دبليو دي، عفوا لو عملت هنا كده مثلا بي دبليو دي، فهتلاقي ان احنا على مسار الهوم. لو عملت سي دي بعد كده اس دي كارد بالشكل ده كده، فهتلاقي ان احنا على الاس دي كارد. لو عملت ال اس فهتلاقي نفس المسارات اللي ظهرت معايا على اللابتوب هي نفس المسارات اللي ظهرت معايا على الموبايل. وفي نفس الوقت برضو انا عامل ريموت كنترول وريموت شيل، يعني اقدر اتحكم في الموبايل واقدر اتحكم برضو في الشاشه، يعني انا شايف كل حاجه على الموبايل دايركت بدون ما اوصل اي حاجه على الجهاز. طيب غير كده ما بيظهرلكش اي حاجه، يعني حرفيا ما فيش اي حاجه انا تاني متصله مثلا، ولا بقول لك ان الجهاز متصل بحاجه تانيه ولا الكلام ده كله، انت بمجرد ما ربطته مره خلاص. طيب فدلوقتي على سبيل المثال لو عملت ال اس هيستعرض لي المسارات دي كلها، فياخد المسارات دي كلها ويبدا ان هو يحولها للاوت بوت. الاوت بوت ده هيكون مثلا داتا مثلا دوت تي اكس تي على سبيل المثال في ملف نصي. طيب بعد كده لو عملت كات بعد كده داتا بعد كده تي اكس تي، فهتلاقي اوتوماتيك ان الملف ده يعتبر ده كده ملف نصي خدت فيه كل المسارات الموجوده على الجهاز بتاعي بامرين اتنين بس. يبقى انا كده الملف النصي ده اصبح معايا. خد بالك لو عملت هنا مثلا كلير بالشكل ده مثلا، خد بالك هنا احنا على الشيل فهنعمل كلير، في السي ام دي بنعمل سي ال اس اللي هو كلير سكرين، فاهم قصدي؟ طبعا حضرتك لازم تكون فاهم في الشيل بتاع الويندوز والشيل بتاع لينكس عشان تقدر تتعامل مع الاثنين. طيب دلوقتي في نقطة مهمة، لو أنا مثلا عملت من هنا مثلا يعني اكزيت من تيرموكس خالص بالشكل ده كده، هل هيخرج من على الجهاز اللي ورايا؟ هقول لك بالظبط كده. طب لو أنا فتحت تيرموكس من على اللابتوب هيفتح معايا؟ هقول لك بالظبط كده، أنت تقدر تتحكم في الموبايل حرفيا في كل حاجة. لو حضرتك بقى عايز ترجع تاني أو تخرج من الشيل ده بتبدأ تعمل اكزيت بالشكل ده كده فبيخرجك. طيب لو عملت مثلا اي دي بي بعد كده مثلا شيل بعد كده مثلا بي ام ليست مثلا يعني باكجز مثلا او الباكجات الموجوده عندي على النظام، فهتلاقي جاب لك كل الابلكيشنز اللي متثبته عندي على الموبايل. فلو عايز الامر ده مثلا اعمله في ملف نصي اقدر اعملها، وبكده اصبح معايا نسخه من كل التطبيقات اللي متثبته عندي على النظام، اقدر بعد كده اشوف اللي انا عايزه مثلا منها واقدر استخدمه بعد كده. طيب دلوقتي الاوامر دي انا بجيبها منين؟ زي ما قلت لحضرتك تطبيق لينكس 7 اكس فيه كل حاجه. على سبيل المثال لو جينا نثبت التطبيق ده، فلنفترض دلوقتي مثلا ان انا حبيت اعمل انستول ابلكيشن على الموبايل بتاعي من غير ما المسه، هخرج للصفحه الرئيسيه هنا كده، خد بالك ما عنديش غير تيرموكس، هبدا ان انا هنا مجهز ابلكيشن، خد بالك انا مجهز الابلكيشن بتاع لينكس 7 اكس، هاجي هنا كده وهعمل سي ال اس، بعد كده هعمل اي دي بي، بعد كده انستول بالشكل ده كده، بعد كده هبدا ان انا اخد دراج اند دروب او اسحب الملف ده كده واحطه هنا بحيث ان هو يجيب لي المسار بتاعه بالشكل ده من على الديسكتوب، وهيروح يعمل له من على اللابتوب انستول على التليفون بدون اي اذونات وبدون ما يطلب مني اي حاجه. خلينا ندوس على انتر ونجرب. خد بالك لو حضرتك عايز تثبت على ايميليتور قبل بعد انستول دي بتعمل داش اي اللي هو الايميليتور، ولو هتثبته على الموبايل تلقائيا بتبدا ان انت تعمل هنا كده انستول داش بعد كده دي اللي هي ديفايس، بعد كده بتدوس على انتر، بعد كده بيبدا يعمل انستول تلقائي. كل اللي علينا بس ان احنا نستنى شويه تلقائيا هنلاقي ابلكيشن بتاع لينكس 7 اكس ظهر معايا على الموبايل بدون ما المس الموبايل خالص، وكده يبقى انا قدرت ان انا اعمل انستول لاي تطبيق على الموبايل واقدر الغي تثبيت برضو اي ابلكيشن على الموبايل. يعني حرفيا كده انت عندك فول كنترول او تحكم كامل في الموبايل بدون ما توصل اي حاجه. انت كده الموبايل اللي حاطط فيه بيلود ولا حاطط فيه تروجن ولا حاطط فيه باك دور ولا اي حاجه خالص، حتى وصله الشاحن شلناها. الطريقه دي طبعا تقدر تستخدمها في حاجات كتيره جدا، على سبيل المثال يعني الحاجات البسيطه اللي انا وضحتها لحضرتك دي بعض الاستخدامات البسيطه. لو عجبك الموضوع لو انت مهتم نزل تطبيق لينكس 7 اكس، هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن، وصدقني اشهر الاوامر او اكتر الاوامر المستخدمه اللي حضرتك هتحتاجها هتلاقيها موجوده في التطبيق بتاع لينكس 7 اكس. لينك التحميل في الديسكربشن، حمل التطبيق وما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام عليكم.